Bonjour. Qu'est-ce que tu as? Bijourette. بصراحة أنا ما كنعرفش ندير حتى حاجة بالنضاضر والله. عرفتي الجو رائع. عيط شوف الجو رائع. شتي باش كدير شي نضاضر من جهه، كنت بغيت زعما نتبوكس عليكم بهم ساعة عقدوا بيا. وتاني هاد الغيستورون حفظ الكارطة ديالو. سمع كان ناكل فيها مزيان، مي ما بغيتش ناكل. مش خايب ابا في سيبيو ويطيحو تولي واك خايبي، تتولي بحال انا تفك شي حد من رموشك. سعيد مليه بالسوق كاع صافي نديرو الشغب سخن كيوالي. مالك الله يا خويا، الله الله اللي سمعك كنقول كتهز الملحه. تزوجت هيك كنقول لكم حياتي الشخصيه خليوها بعيده. جسمي اغاز حيت انتي تي كونتونت حالك. شتو على النعيده؟ قالت لك ما تقلقش، انا العروسه ديال الناس السعيد. كنت بان حدا كنت كتفرج في اللايف راه الحما خالد. طيب البنان خليوها تبان حنيك. مبروك الله يبارك فيكم. تهضري نفسك هنا وخليك ربي يخليكم كلكم. الصراحة كلكم كتكبروا بيا، الله يكبر بيكم. سكينة شنو المستوى الدراسي ديالك؟ بكالوريا ما شديتهاش، قريت العام كله ما مشيتش دوزت الامتحانات. كنت قول بابا واحد قولي وقلت له شري لي الموتور وباش والله دابا هو كي قال لك فاش توصلي الباك غادي نبدل لك الموتور. ديك الساعه كان عندي نيوز وبغيت نبدل ستاند وقلت له صافي بدلوا لي دابا الامتحانات وهذا وباش ندوز به الصيف وهذا وتعطى منه. بدل لي الموتور ومشيت باقي المدرسة وكريت واحد القتله طلعت عالميه ما مشيتش الامتحانات. سكينة تو ديجاج اون انرجي بوزيتيف ما شاء الله حبيبتي ربي يخليك. خاصنا شي عرس سوسو والله يجيب رزق وغادي ندير لكم العرس الصيف الجاي. قال لكم تدلاوي لا ارى كلشي دابا ابوني دابا حرشهم عليك يديرو لك ديزابوني. لا حرشهم عليا الله فيك.
سكت انت. نحن نطالب ان تقول لجوج لله بغينا العرس نجيك من ابو ظبي طارت عليا مرحبا بكم كامل. فين غنديروا فين غندير؟ خاصني نديروا يا اما في شي بحر يا اما في جامع فنا. سعيد ديتي الزين وخليتينا بلاس وانا باقي معاكم. الزين العالم الزون صار حبيبتي مش تعجبني طبيعي يا حبيبتي. ديري شي عرس ينشطحو ضروري. قال لك غتولي حزينة سعيد الا ما طلعتيش فيها. حبيبتي الله يكمل عليكم كاملين واللي عندها شي حاجه في بالها الله يحققها ليها والله يصاوب الجامع. عزيز الناس سعيد طلع نفسه كاينه ودني منك زوينه هادشي. اين هو؟ واش داك اللي مشينا ليه داك الغيستور؟ داك الشوال. يلا مشولة. يلا مشولة. ثلاثة دابا هادي كتحل النهار كامل. اليوم الحد فوقنا كتسد لا. اه؟ اليوم الحد ما عرفتش. مي بيان سور غتكون كتحل نو. نمشي نضربو الحوت. نو ما بغيتش الحوت. الحوت عاية. نو ما بغيتش الحوت. لك انت هذيك حالة. الحوت كلينا البارح. سوس عزيز على القص انا وحده وكاله ما نكذبش عليكم ماشي وكاله تيعجبني انا كلشي حاجه بنينه الشوا ولكن الشوا راه خاصكم تعرفوا هاد الغيستورون الشوا جيسبر نلقاو حله باش تشوفوا انا ما عمرني ما شفت غيستورون شيك واعره 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 ماشي الشوا ديالنا غيستورون بحال اللي قلتي كتمشي دابا من مراكش نقول لكم بحال مشيتي لكويا ولا مشيتي الملاك ولا مشيتي بحال هكا دي غيستورون تري شيك. هاد الغيستورون تري شيك ودايرين فيها واحد الشو دايرين فيها الهبايل ودايرين فيها الفولات ودايرين فيها الكلوه ودايرين فيها لي بروشي داكشي سوفيستيكي واعره. كنت جيت ليها ديك النوبه ولكن ما صورتش ليكم مشينا لها ولكن ما صورتش ليكم. وعندك انت تخرجت الفولات سير الباكستاني فين هي فين هي لاباكا سكينه كتصاوب صباح الحب. اه حلال هاد الغيستورون حلال. دابا نصور لكم ونحط لكم الاسم ديال الغيستورون.
اسميتها اساسادور دياراندا. اساسادور دياراندا اسا سميتها اساسادور دياراندا. سهل عليك اختي إلا ما درتش لهم ما لبستش الموف ايا شحال خديت في الصداق قول لهم شحال خديت في الصداق قال لك يا اسئله جد خاصه البنات والله بوزك زاشر يا لاف يو تو. الوغ كنت بغيت نهضر لكم على اللايف ديال سوسوار. اليوم غادي نبدا انايا لا سيونس ديالي مع الكوتش حنان من هولندا. تاسكريت معاها تسجلت معاها في لا سال ا ديستانس في الجروب ديالها. غادي نحط لكم ديال داكشي تاع الرياضة باش داكشي اللي كيحرق لي كالوري وداك التخربيق وليت مزهيدة ودابا عيب بلاتي غادي ندير الرياضة وغنمشي نلعب الشوا غنضرب هدوك اللاطات اللي كندير ديال لي كغاطا إوا المهم حنا غادي نديرو الرياضة ياك فراسك زوينة بلا مكاينش قسم بلا حبيبتي ماشي غير فوق ديك لوغاسا أونتو كونتاكت أو هنا يا حبيبتي انا غادي ندير رياضه باش يجي شي فيني ماشي شي ها اللي كيهضر بزاف سمحوا لينا وا
سايق راه سايق قلت من بعد نعيط لك. شغل ما شاء الله حبيبتي. بيت نطبوكس عليكم في النظر ساعة جاوني كبار. صافي قبلوا عليا بيو. دابا نوريكم اللبسه لابسه انتي شخص تاع كارل وفيت لبسه اللي حنا بجوج حتى هو لبس انتي شخص كارل اوكي ولابسه لبسه انت جين ديال زارا ولبسه لي باسكت الفي وهاد لافيست طويله كتجي اوفر سايز زارا وهاز زانوبتي ساك انفي بصراحه هذا احسن اشا نعاود لكم القصه ديال هاد الساك ما غاديش تيق هاد الساك الا لحجيتك وما جيتك فاش خرجوا تقريبا دروك عامين ونص هادي ولا 3 سنين هادي باش خرجوا المهم كانوا قلال كاع لي لوي فيتون كاملين في اوروبا في المغرب ما كاينينش وكومونديتو شريت ليه الصباط ديالو شريت ليه الصباط من ليزبون وكومونديت كي لقيت الصباط ديالو كنت انا مكومونديه عند لوي فيتون د مراكش شريت لي الصباط ودخلت وقع لي داك المشكل مشى لي الشوبينغ كله في الديوانه باسكو كنت مقديه بزاف المهم انا ما باقيش صافي داكشي بقى مبلوكي تما داك تخرب هكا موضوع ثاني مشى الصباط الساك يعني كومونديتو تقريبا قبل بشي شهرين كومونديتو انا في شهر 8 ووصل في شهر 9 بشهر ونص تقريبا عاد باش جا المهم فاش جاني الساك على لا انا يا كنت في سويسرا ما لبستش الساك ما زيتش الساك باش تعرف لا الا الا بغى لك ربي شي حاجه بغاها لك الا ما بغاهاش لك ما خليت فين قلبت عليه وما خليت جا في لي ماين لي بي باش نديرو المهم المهم انا لا من هادشي كله واش اللي وراك ما ناويش يكمل دينو هادشي اللي كاين والله تعيقت قسما بالله وسمعوا جا الساك المهم خلصتو ديك الساعه انا مخلصاه بقى الساك في الدار تيروني لي كومونتير ما يمكنش بقى الساك في الدار ما تهزش الساك حتى نهار فاش خرجت من سويسرا عاد باش فرحت بالساك ودابا تقريبا كنهزو يوميا باسكو انا عاجبني هاد السويسرا ديالي وحيت مشى هداك الصباط ديالو صافي سي بليز على مود خديت ليه هادي خديت هاد لاكولوغ زوينه حبيت هاد لاكولوغ هاد الخزي هذا هاد ايديسيون ليميتي في هادو فهاد لي الفي اللي خرجوا فهادي ايديسيون ليميتي زوينة انا عجبتني انتوما دير بحال شي باطو انت ويلي الله يعطيكم السخانة والله ما كتحشمو
الراجل راه مزوجه البنات ومراته راه كاينه معنا في اللايف. واش ما كتحشموش؟ راه قلت لكم ما بقيتش غنخرجكم معايا، انتم راه غير ديال الدار وبوحدي، ما تجيش تخرجوا شي بلاصه يمكن فرشك كل اليوم قال لكم سعيد الا بغيتو تتزوجوا خصكم تمشيو لسويسرا. كيحس براسي بحال ما عندكش نسيت انا بلي شاري هذا وفريت الفاروعي وداك الشيء انا عندي كاع الطبوكسه كامله وهذا الشيء كله وما دايما جايب اخبار لكن ما عادش نقرا لي كومونتير. هذا هو الحل اللي بقى ليا. لا ولكن شوفوا راه كنتفرفر فاش كنلقى لي كومونتير غير البنات كاتبين الا بغيتي تزوجي سيري لسويسرا سعيد ولد الناس. طبعا ولد الناس ما شاء الله تبارك ايوا ورينا سعيد كيف نخرجوا من سويسرا علامة سعيد. كوميك كوكو كريمة عطينا شي وصفة ديال الشعر كرهت الوصفات ديال الشعر اوف من الشعر والوصفات ديال الشعر كرهتهم. تيلونات من الفي ماشي ديالي ديالو وزعما انا بغيت نتشيك عليكم بهم الساعه وجهي صغير سويسرا كتفوسخ كتفوسخ ما عرفتش راجلي ماما غيسابل سعيد متشرفين البنات اللي بايره نتجمعو نسافرو كلنا لسويسرا. يلا دروك بتلقاها في الطوندونس اللي بغات تجوج تمشي دوز الحبس. راه سويسرا هي الحبس اللي كتبوا عليكم. شحال عندكم في الساعة عندنا ثلاثة وجهك صغير من نيتك اختي تستاهلي حبيبتي وراه نتوما اللي تستاهلوا نتوما راه الفريعه الفرعي لا انا غادي نبي لكم سويسرا تديوش على هضرتو. انا بعمر 39 باقي ما تزوج دابا نخرج نهز شي حجره نشير على شي حد. لا نعطيك انا اش اللي تقدري تدوزها شهرين بعدا. الله يجينا من الحبس ويبعد. الله يحفظكم كما حفظ الذكر الحكيم وكما حفظ الثوب من الدنس. وصلتك حنين لي عود عليك امين يا ربي. الشعب يطالب بسويسرا ويلي على كل الناس الا من نيتكم. لا صافي طابين صافي صافي هاد الكونت ديال الحماق مولاتو حمقة والمتابعين حمقين صافي هادي ما كونكلوزيون ديالك اليوم الحد. حنان حبيبتي المسامحة عاودي لينا كيفاش تلاقيتي مع راجلك قال من بعد
راه قلت لكم حياتي الخاصه خليوها خاصه. سويت ريحه من الماء نجيب. انا ريت بعينك على السعيد وعلى شعرك اختي. اه والله البنات ربنا ما يقولوا تبارك الله. انا وياك انا وياك والثالث لاش بغيناه. خاصك تشاركي معنا كل شيء ماشي غير الاشهارات. وهذا هذا لايف ما فيه ني اشهار ني والو، او كونترير هذا لايف فيه غير دردشه. اللي بيعرف القصة يدخل الفولورز البرنامج. بارك الله شتي انا راه تنموت عليكم. قلبنا بيض واخا بلا 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 بيان سور بيان سور. حبيبتي لي زونفو وتي سنتي هنا ne fais pas les cheveux devant. تبارك الله عليك وان شاء الله تصحى في عمرك 30 عام. مش عارفه ديريني في كوكو سيمانه ما نطيب سيزر كتحيد لك سولين وكل شيء بان لي الناس كي جاتكم ان شاء الله سكينه لها الحق بصح ان شاء الله ما حسد. انا العين قتلت ماما الله يرحمها اقسم بالله 36 عام والله دامت مسكينه بالعين بلغتو العين و وكانت اون تري تري بيل فام الله يرحمها فصلها العربون باين. امين يا سيدي يا ربي ربي يخليكم والله يرحم معز عليكم. انا دائما كنحس بلي غنموت صغيره. شلبيت الراس والله عندي هاد الاحساس غنموت صغيرة ابروفيتي. ما قدرت نوريها لكم يا ربي امين. ما غاديش تبي اختي انا جو غير ايمي انا اللي نوريها لكم صندوق واش بولي كان اختي ما كان ما تبغيش. انا عارفه اختي ما تبغي انا كتبي البوم كان رحمه كتبي بزاف حبيبتي والله ما عرفت. المهم انا عندي الاحساس بلي غنموت صغار. واش هادو داخلين للغيستورون؟ ايما لا سينما هاديك. شحال كان في عمرك فاش مات ماماك؟ خلات عندي 14 عام. باركينغ عندي لوطيل. مكاينش باركينغ. والغيستورون ما عندهمش الفاتوري. ما عندهمش فاتوري. حبيبتي ربي يخليك. شو طلب أبغى شو سامي كوا كاستنا الله يحفظك حبيبتي.
الموت بيدي الله طبعا ان شاء الله تجيبي لنا شي فنيكيسه ان شاء الله. ما عندي شعر زاد تبارك الله زينت العالم. الله يرحمها خديجه اختها وبنت المحبه بالصبر. واش بابا تزوج باقي على الله؟ صافاك حبيبتي جو بخافير نقربو هاد الموضوع. انا لا قلت كنحمق عليك. انا ياسمين حبيبتي وسكينة عندها بنية. عندي بنية ما 10 سنين البنات بيان سور ما كان 11 يلا شوفوا لوف باي باي. الفيلات اللي قلت لكم حقكم في الجنة. كوتليطات يا لالا كوتليطات الغيستورون رائعة الصراحة. شوفوا الغيستورون كي دايرة تخي زوينة كي دايرة.